فندم. مفيش دكتور هنا قريب. في مستشفى هليوبلس في اخر الشارع. متشكر. عفو. من فضلك دكتور بسرعه علشان انا تعبان خالص. الو الدكتور النوباتشي. فوزي ليه ما جاش؟ طيب انا جاي حالا. ما انتش في سريرك ليه؟ اصلي مسلف مجلس اللي برضه رايح اجيبها. يعني القرايه حبكت؟ اصلي بقلق بالليل. طب روح جيبها. استعجلي لي الدكتور من فضلك. اتفضل استريح. هو حضرتك اللي هتكشفي عليا؟ ايه عندك مانع؟ لا مؤاخذة، كنت افضل يعني كنت افضل. والله اذا كانت حالتك تستنى يبقى الدكتور زمانه جاي. انا متشكر. العفو. بقى ايدي كده تتحط على الجرح يطيب. دكتورة انا ما قدرتش انقل رجلي خطوة واحدة. لا مش هنكشف. بس يوني وبعدين؟ أنا آسف، أصلها أول مرة تحصل لي إن دكتورة يعني. معلش اتفضل. وأنا جاي في سكة السويس من الصحراء جالي مغص شديد جدا، حسيت إن جنبي هينفجر. أي دكتورة. هنا في ألم؟ مش قوي. ولما بتك هنا بتحس بالوجع فين؟ في الناحية التانية. هنا؟ أي دكتور عفاف أنا آسف جدا اللي اتأخرت عليك. لا أبدا اتأخرت عليه هو. الأستاذ ما كانش هادم أبدا النفحص. ليه من أعداء المرأة؟ شوفوا لي حاجة تخفف الألم، عاوز ألحق مكتب الشركة قبل ما يقفل. حالا هتلحقه. أكيوت أبانسايتس. اطمن اطمن. اطلبي لي الدكتور طلعت. اطلب الدكتور طلعت في بيته. الو انا عفاف يا دكتور، عاوزينك حالا. ايوه مسرا اعور. طيب يا بنتي حضروا اوضه العمليات وادوا له البنج وخمس دقايق يكون عنده. ازاي الحال؟ النبض عادي. 40 نقطة في الدقيقة؟ أيوة. طب كويس. له عمر. من حسن حظه إن حضرتك لحقته. بقى كان خايف تكشف عليه. يا دكتور ما تدقش، صباح على خير. مع السلامة. وأنت من أهله. حبها للمهنة وإخلاصها للعمل بيفكرني بالمرحوم جوزها. الله يرحمه، كان جراح عظيم. ايه الكركبة دي؟ المصران الغليظ؟ مش عارفة يا دكتور، بين القور انفجر. لا انا لسه طالع من عمليه دلوقتي، مش هقدر امد لها ايدي، لكن اقدر اخدك معايا. اتفضلي اوصلي. ميرسي متشكره قوي. اذا كان ده ما يتعبكش يا ستي اتفضلي. يا حسن والله اعمل معروف، فض العربيه الميكانيكي. الحمد لله يا دكتور، كويسين ومتعبين
كل شوية عاوزين بابا، عاوزين بابا. لسه ما نسيوش؟ مجدي شوية بس، منى منتظر رجوعه من السفر. مش أحسن يعرف الحقيقة؟ والله يا دكتور الحقيقة بتتصعب يوم بعد يوم. ستهم مفهمهم إن هو مسافر، زي اللي يكون هي نفسها مقتنعة إنه مسافر. ستهم دي مش عاوزة تعترف بالواقع أبدا. شكرا قوي يا دكتور. مع السلامة. محدش قادر يقفل الشباك. بص على ايه؟ على القمر. ايه؟ على النجوم، على الخيال. هفف عليا شوية شعر، عاوز اشوفهم. شعر ولا عايز تشوف الجيران حاكم؟ انا عارفاك فضول. انا فضولي؟ اسمع، انت متأكد ان اللي وصلها مشي على طول؟ طب احنا مالنا مال الناس؟ تعال. لما تنام بكره الصبح اكلها لك. نعم. يلا يا عصفور، تعرفيش بابا جاي امتى؟ هي قالت لي انه جاي بكره. هجيب معاه بنت؟ لا مش هيجيب، هيجيب لي انا عروسه تفتح وتغمض وتقول لي ماما وبابا. اصل انا ما اعرفش، هو اكل واحد. وبعدين يلا بقى على الفطار يا اولاد. يلا. انت كده دايما تضايقينا. لا ما هتبقي تايه، انا مش هكشف عليك. وبعدين يا بنت انا هفضل لامتى اعلمك الملفظ الحلو؟ يلا خش جوه. يلا يا عصفور، يا ترى وحشت سي محمد جوزي ولا لا؟ لا. جبتي لي الشوكولاته يا ماما؟ الله، انت مش نسيت انت اكلتها امبارح بالليل؟ ملوش مش مراقبك ليه؟ يا عبيط، مش انت غسلت وشك؟ انت العبيطه. اهلا. صباح الخير يا تيتا. صباح النور.
ما فين البوسه بتاعك؟ بوستين يا روحي بوستين. يلا بسرعه، اللي مش هيفطر كويس مش هاخده معايا النادي. هي هنروح النادي، هنروح النادي. اتاخرتي عليهم امبارح. الله عفاف. ايوه يا عمي. انت رجعت امبارح الساعه كام؟ حوالي 12 ونص كده. يا سلام، ما حسيتش بيكي. اصل جت المستشفى حاله فجائيه. عمليه؟ نصران اعور شاب مهندس، جات له النوبه وهو جاي عن طريق السويس. كانت حالته خطره قوي، لكن الحمد لله يعني لحقناه. ايوه دكتور فوزي. ايوه يا دكتور، قولي ازاي حالته دلوقتي؟ ياه، لكن مش الحمد لله دلوقتي؟ طبعا انا هكون في النادي اذا احتجتوني. طيب ميرسي. عفاف. ايوه. وريني ايه؟ ليه قلعتي الدبله؟ اصلها وسعت عليا فخفت لا تقع مني. ايوه ادخل. انا متشكر قوي يا فوفو. يا ايه؟ يا دكتوره فوفو. يا دكتوره. ايوه. ايه رايك بقى؟ اخليها تنقي الشبكه قبل ما اشتريها ولا تنقي الشبكه بعد ما اشتريها؟ لا انا بقول الاثنين احسن. الاثنين احسن. طب اسمع بقى. ايوه. انت اللي نقيت الكرافته دي؟ امال ده انا منقيها مخصوص عشان اقابلها بيها قبل ما اشتريها. ايه رايك بقى؟ لا دي حاجه نيله. نيله يعني ايه؟ يعني اوعى تنقي الشبكه اللي تطلع لون الكرافات. يعني اعمل فيها ايه؟ ارجعها بيعها شحاتها؟ والله مسكينه صعبانه عليا خالص. كرافته صعبانه عليها كرافته. احم اهلا كوكي. يعني محدش سال عن صحه كريم النهارده؟ يعني مش نطمن على العمليه برضه وجد. ممكن اعزمك على شوكولاته؟ ممكن قوي، ولو انك انت يعني اللي جايبها لي. يا سيدي ما تدقش. طب وانا ممكن؟ ممكن. انا بحب المستشفى قوي. ازاي الحال؟ زفت. طب عال الحمد لله. ولا زفت عشان ما لحقتش الميعاد؟ ميعاد ايه؟ انا تعبان خالص. وبعدين بقى امال فين الرجوله والشهامه؟ انت خدت بطارق كويس. تسمحوا لي؟ اتفضل. سلامتك. الله يسلمك. اتفضل شوكولاته. استحمل، انا استحملت كتير. ممنوع. انت استحملت المعاملة دي؟ انت مقطوع من شجرة. انت يظهر مكشوف عنك الحجاب. اصلا مفيش في اوضتك ورد ولا حدش جه هزارك. انت مش متجوز؟ اعوذ بالله على الله ولا فعلك يا شيخ. دكتور عفاف، العيانة اللي في اوضة نمرة 13 تعبانة قوي وعايزاكي. انا جاية. كريم ممنوع ازعاج المرضى. ها؟ يعني الحق عليا، مفيش حد بيزوره، مش الجيران يزوروه. أنا عايزة بقى يا طنط، ساعة بقت خمسة وأنا مروحة، ساعة بقت خمسة. ما هو بدري يا بنتي. بدري من عمرك يا ستي. هو أنا بقول لك اتفضلي. فضلك الله وربحك وبين العباد ما يفضحك يا رب. أوريفوا. يا سلام يا طنط على عفاف، حتى يوم إجازتها ما تديهوش لولادها. إيه ده كتير قوي. القسمة كده. طيب أورفار يا طنط، أنا ماشي. ازاي الحال؟ لسه زفت برضه؟ اللي تشوفيه. لا ابدا،
انا شايفه كويس خالص. كويس ازاي؟ انا مش عارف انام، مش جاي لي نوم ابدا. ليه؟ تحب تقرا؟ اشكرك، انا خلصت المجلات كلها اللي عندي. ايه ده السندباد؟ انتوا باين عليكم بقيتوا اصحاب خالص. ايه ممنوع راخر؟ لا ابدا، دي حاجه تزود المعلومات. فعلا دينا عرفنا دلوقتي ان في البلد طبيبات ممتازات. لا باين عليك معلوماتك زادت خالص. صدقيني يا دكتوره. خلاص نصدقك. دكتوره. افندم. انا عايز اتاسف لك واشكرك، مش علشان انقذتي حياتي، حياه المهندس اللي كلها في الجبال والصحراء من سنين، ايامي كلها رمال ودخان ونوم في الخيام، وفجاه ابص الاقي نفسي في سرير مريح بلاد بيضه ابتسامات حلوه، ده تنويع. انت في صحبه الفضل. تصبح على خير، انت الزهر لسه ما فقتش من البنك. اديني البيت. انا متاسف جدا يا عفاف. دول الساعتين يا فوزي. سيبني للساعه 9 بالليل والولاد، مش حرام عليك؟ الولاد لهم عندي حاجه حلوه، لاني حرمتهم من احلى حاجه حلوه. ايوه بلفني بلفني، اتبلفت انا بقى. تنسى نفسك انت وتيجي على دماغنا. معلش يا فوفو بقى، احنا زمايل. ايه مش هتبطل فوفو دي، هندخل في العائلات كمان. طيب يا دكتورة. ايوه كده. حالة تسمم، النبض ضعيف جدا، ما عنديش اي امل. تحب انتظر معاك؟ ارجوك. طب دي واحدة غير هدومي. متشكر. ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ ظروف في المستشفى. هي الظروف دي كل ليله؟ قصدك ايه؟ قصدي ان ليكي سمعه لازم تحافظي عليها. المستشفى فيه شبان ودكاتره ومش لطيفه يعني انهم. انت بتقولي ايه؟ وانت مش عارفه ان انا بشتغل في وسط رجاله وشبان ولا لسه ما تعرفيش؟ الناس كلامهم كتير. وعشان كلام تافه من ناس فاضيين اسيب الواجب اللي عليا؟ اسيب حالات خطيرة قدام عينيا؟ كل يوم حالة خطيرة، امبارح شاب عنده حالة اعور، والنهاردة في حالة شاب عنده تسمم. عاوزين اسيب حالة تسمم قدام عينيا؟ عاوزين اسيبه يموت زي ابنك ما مات؟ عفاف اسكتي. رحميني بقى وقدري تعب اللي انا فيه، انت نسيت الرحمة. لسه ما قالتش يا حاج، تيجي ناكل؟ يلا يلا. تعالي يا بس بس بس، تعالي روحي، تعالي مدي، تعالي يا ماما. عفورة قالت لك يا ماما؟ قالت لي ايه؟ قالت لي اصلها عايزه تروح تزور قرايبها في جنينة الحيوانات. هي اللي عاوزه ولا حد تاني؟ او حياتك يا ماما، ماليش دعوه. طيب عشان خاطركم هنوديها الجنينه ونفسحها ونلعب معاها. طب يلا روحوا دلوقتي البسوا. يلا هنروح جنينه الحيوانات، هنروح جنينه الحيوانات، هنروح جنينه الحيوانات، هنروح جنينه الحيوانات، هنروح جنينه الحيوانات.
ابني اللي مات بالتسمم بتعيريني بيه قد كده سيرته بقت سهل على لسانك؟ عفاف مفيش خروج من الأوضة قبل 10 أيام. ليه يا دكتور؟ أنا عندي إيه؟ مفيش حاجة، لكن ده عقاب عشان تبطلي تعيشي بأعصابك وعلى حساب أعصابك، وعشان تعرفي إن بدنك عليكي حق وإن في حاجة اسمها راحة. قول لها يا دكتور. متشكرة يا دكتور، أنا تعبتك. يا ستي يا ما بتتعبي لنا. أنا هبعت لك شوية أدوية فرعية، حاجات مخوية. بس أرجوك يا دكتور ما يكونوش حقن، لحسن انا بخاف منهم، انا بديهم بس محبش اخاطر. ما تخافيش ما تخافيش. سرحان ليه ما تلعب؟ انا قصدي زعلان قوي على الدكتوره. وانا كمان في الحقيقه، هي حنينه قوي. تعرف يا استاذ عادل انها احلى واحده في المستشفى، انا بحب المستشفى قوي. وانا كمان. ما تيجي نزورها. افتكر 2 رجاله كبار زينا ما يصحش يروح يزورها في البيت. عندك حق برضه. ايه رايك نبعت لها ورد؟ تبعت لها منين؟ معايا فلوس. انت معاك فلوس؟ اسلفك. انت بتتكلم جد؟ جد، بس مين يضمنك؟ مجموعه مجلات سندباد. موافق. ورد ورد يا ست، يا صباح الورد. من مين؟ كريم. برضو كريم. تقدري تقولي لي كريم ده يبقى مين؟ تعرفي عمتي زي القمر وبيحبني قوي وبعزه قوي، حنين عليا خالص. انا مش قادره افهمك، انا هتجنن. ما بعت ورد مرتين قبل كده، تقدري تقولي لي لزومه ايه ده كله؟ يكونش جناين. النبي يا جناين تديني ورده يا الو. انا عفاف، اديني كريم من فضلك. ما بلاش ترقعه بقى وانت رقعه بره. ايه يا ستي؟ جوزي بيقول لي شكل طعم وانا بترقع. انا احترت. يا روحي يا جناين يا سيدي يا جناين. الو. اهلا كوكي، ازيك يا حبيبي؟ وحشتيني خالص. انا الحمد لله بقيت كويسه دلوقتي. اسمع، انا عاوز اقول لك ميرسي قوي على الورد واشكر لي الاستاذ عادل. بتقول لي اشكر لي الاستاذ عادل؟ فاكره النهارده ايه؟ ادي انت نسيتي عيد ميلادي. وانت طيبه، خفي بقى احسن، وحشتينا. مع السلامه. انا ما عنديش حظ. ليه يا كريم؟ كانت موعداني في عيد ميلادي تعزمني عزومه حلوه خالص، تجيب لي تورتة وتفرجنا على الملاهي. خلينا في اللي احنا فيه، حليت المسابقة. يلا عشان نلحق نروح ونرجع بسرعة. ما تيجي نصهين بقى، مش ضروري حفلة عيد ميلاد السنة دي. اشمعنى قابلت عزومة الدكتورة؟ يعني ما ينفعش اكون محلها ولا ايه؟ يلا يا حبيبي يلا. طيب اتسند عليا. بس يوري تعال، عايزك في كلمة. ايه ده؟ تقدر تطلع عربيتي؟ على فين؟ انت مقايس على نفسك؟ ولا يهمك، احنا واخدين اذن بس رايحين ناكل جيلاتي وهنرجع حالا. هتاكلوا جيلاتي لوحدكم؟ لكن جيلاتي ايه في الساعة دي؟ تقدر تطلع عربيتي وعربية المدير اذا حبيت. انتوا تسبقوني من هنا وانا هحصلكم من هناك، وبرضه هاخد اذن. الحمد لله على السلامة يا حضرة الدكتور. كل سنة وانت طيب. ايه اللي جاب حضرتك؟ انت مش لسه في اجازة؟ وعيد ميلادك انا مش وعدتك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انا كنت حروب عنك. طب ارتاح انت بقى،
انت لسه تعبان؟ لا تعالوا معايا انتوا الاثنين. لا مش ممكن، هي انا يا هو. عشان خاطر كريم. ايوه عشان خاطر كريم. ازاي ممكن يتصور انك تكوني متجوزة؟ طب ليه لا؟ مش معقول، انت لسه صغيرة. ياه ليه، انت ما عندكش ولاد؟ وعشان تحصل الحكاية دي لازم اتجوز الاول. وما تتجوزش ليه؟ والله دي مسألة عايزة نظر وتفكير. طب يلا يا كوكي نطفي الشمع دلوقتي، وكل سنة وانت طيب. ها؟ ايه برافو. متشكرين. وصلت. كنت بتكلمي مين يا عمتي؟ كنت بسأل عليكي في المستشفى، افتكرت في واحد هناك عيان ولا في حالة خاطرة ولا جاله تسمم، واضطريتي تنزلي وانتي تعبانة علشان تراعيه. عمتي صباح على خير. تكتب يا اخي. يا حياتي، يا نقطة التحول في حياتي، يا نقطة عيني. مش كده يا اخي، انت هتخربه كمان. لف واحدة وخلاص. عايز شاي؟ اللعبة بقت للبايخين مش للعيانين. يعني انا عيان؟ مش انت اللي عيان، انا اللي عيان. قوم يا اخويا النبطشية عليك، قوم يا مفقع. طيب يا مفتقة بس ما تبلغيش. اوعي تكوني مش واخدة بالك من غرامي وهيامي. يا سلام. الجواب ده هيتعمل مقلب في مين النهارده؟ في المفتقة. طب اكتب اكتب. انا مش قادر اخبي، موجودة جنبي وما انتش حاسة بيا. مش قادر اقولك انا مين، لكن اذا كان قلبك راعيني هتعرفين. ما ده كلام ده؟ امال ايه، هات الظرف. انت يا مصران اعور تشغلني افندم. حضرتك جاي هنا تتعالج ولا جاي تخسر اخلاق الانسات اللي زي؟ انا لو كنت عايزه اتجوز العيانين بالزوفة وكنت اتجوزت من زمان. خد ادي الواحدة تكون واقعة. الو، اديني الدكتور عفاف من فضلك. الو دكتور عفاف، انا عادل. مساء الخير. الدكتور قال لي خلاص انصراف، كنت
احب اودعك قبل ما اسافر. وانا كمان كنت احب اودعك، لكن والله لسه تعبانه شويه، وان شاء الله نسمع عنك كل خير. امرك. انا حسيب الامل هنا كتابي يعني. متشكر جدا. الحمد لله على السلامة يا دكتورة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا أحسن دكتورة. دكتورة عفاف. أفندم. المأذون كتب لي روشيتة تلاقيها على مكتبك. روشيتة؟ قول لي قبل، طبعت الدعاوى ولا لسه؟ التنفيذ يوم 10. تنفيذ إيه؟ الفرح. افتكرت تنفيذ حاجة تانية. يا حالة الدكتورة. أيوة يا كريم. أنت نسيتي ماما؟ أهلا وسهلا. نسيتي أقول لك كلمة. الباشمهندس ساب الكتاب بتاعك معايا. متشكرة يا كريم. عن إذنكم. ده كان بيحب المستشفى قوي. وياك. اما حتة اشكال حاجة غريبة، الظاهر اني هرجع المستشفى تاني. ايه، حسيت بتاعك في الجواب ده؟ لا، حسيت بتاعك في مخي. لو انت صادق ده في قلبك. تعدلي. مش عارفة. يسعد صباحك بقى يا ست. انا مروحة. مش تستنى ما تفطري الدكتورة؟ افطرها؟ ده احنا واخر قوي يا ستي. قولي اغديها. استأذن بقى، اصل جوزي واخد اجازة النهاردة وعايز الحقه قبل ما ينام زي كل يوم. بونجور مدموزيل. يا سلام عليكي يا عفاف. ايه هو ده؟ مفيش ليلة تيجي فيها بدري؟ حد ينام لغاية دلوقتي؟ انت لازم تنصحيها يا طنط. عفاف دكتورة، هتسمع نصيحة واحدة دقة قديمة زيي؟ أنا هطلع أصحيها والنبي لكلمها وأشدها من ودانها الاتنين. صباح الخير. أهي جت يا طنط. صباح الخير يا فل يا معلم. يا أختي نامي بتهني نوم العواء. أبدا، حتى امبارح اتأخرت كان عندي نبطشية. والنبي أنا عايزة أكلك المساء. تعالي تعالي. واخداني كده. اصلي ما قدرتش اكلمك قدام حماتي. والنبي عفاف، اصلي انا رايحه سهره وعايز استلف منك فستان. طب حاضر. من عليك. الفستان الاخضر ده ابو 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 كراميش. أيوة. ده اللي عليه الزي الفضي. هوريك اللي انت عاوزاه. ايه هو ده؟ الله الله، هو
حلوه بعينه. يا انت لسه ما نسيتهوش. ده منظرك فيه ما يتنسيش ابدا. تحبي تاخدي طقم الالماس بتاعه؟ لا يا اختي لحسن، بعدين يضيع مني وانا مش قده. الله، عاوز اعرف انت عملتي ايه؟ ما اقدرش يا حبيبتي امر بيه قدام حماتك. ليه بقى؟ اذا كنت انت يا بنت اخوها مش خالصه من لسانها، انا هخلص من لسانها. ماشي يا سما تدقيش. طيب ميرسي قوي يا عفاف، ارفعي يا حبيبتي. اسكتي يا طنط، اما اديتها كلام لكن في العض اوعي تسكتي لها يا طنط، لازم تديها فوق دماغها وانا وياكي. لحسن سوسو قاعد لوحده. ارفعي يا طنطتي، باي باي يا حبيبتي. الو، ايوه موجوده يا فندم. نقول لها مين؟ لحظه من فضلك. عفاف، عفاف، واحد اسمه عادل طلبك على التليفون. ايوه ايوه يا فندم. ليه؟ انا في مصر بكلمك من نادي، مصمم اني اقابلك. مش ممكن، ازاي؟ انت وجهتي لي تهمه ولازم ادافع عن نفسي. اسافر المسافه دي كلها وبعدين تقولي لي ما تقدريش؟ انت شتمتيني ولازم تفهميني. انا على العموم ظروفي ما تسمحليش. ايوه طبعا عارفه. ايوه طيب، ده يبقى علشان كده ابتديتي تقلعي الاسم. وعادل ده طبعا هو اللي انقذتيه من عملية المصران الاعور. ايوه يا عمتي، وضروري هو اللي وصلك بعربيته. ايوه طبعا، بس ما دام ابتديتي توعدي رجاله شيلي الصورة دي من قدام عينيكي. الله، ادفنيها هنا. الله، زي ما اندفن هو. بأي عين بتبصي له؟ ليه يا عمتي كده؟ أنا مش بعيط يا حبيبي، أنا بضحك أهو. أنت زعلانة عشان بابا اتأخر قوي؟ اتأخر؟ لا أبدا، ما اتأخرش. يلا اجروا العبوا. يلا حبيبي، يلا سيبتي، يلا يلا. انت فهمتيني غلط، مفيش علاقة ابدا بين الفستان وبين التليفون. انا لبست الفستان
ومش عارف البسته ليه، لكن كنتش ناوي اخرج بيه من الاوضه. ارجوك يا عمتي تصدقيني. مين هيرضى بيا انا عندي اتنين؟ مصدقه اعذريني، انا افتكرتك نسيتي رأفت، كنت خايفه لتنسيك. الو، مين؟ استاذ عادل؟ ممكن تشرف هنا في البيت شويه؟ تقدر تيجي دلوقتي؟ انا احب اشوفك. بصراحة حضرتك عندك نية تتجوز عفاف؟ أنا ما عنديش نفور من الفكرة. حضرتك والدتها؟ في مقام والدتها، أنا أم جوزها. عفاف متجوزة؟ أرملة. ما قالتليش. المرحوم ابني وهو بيعمل عملية حصل له تسمم، مات بعد 24 ساعة. الدنيا ما تندمنش، لو كان بختها كويس كان فضل عايش لها، لكن من بختها الوحش حصل اللي حصل. أظن هي ملهاش ذنب وبختها ملوش دخل، عشان على رأي حضرتك الدنيا ما بتندمنش. ويا ترى قالت لك انه عندها ولد وبنت ولا برضه نسيت؟ ما جاتش مناسبه. انا دعيتك هنا علشان اترجاك باسم الطفلين دول انك تبعد عنها، قلبها مش هيساعك ويساحهم. ما قلتليش، ما وعدتنيش. مش عايز تقول؟ انا زعلان، انا بفكر، مخي تعبني، انا عملت حاجة وحشة خالص. طب قولي ويمكن اقدر اريح لك مخ. انا وبسريني كتبنا جواب. جواب؟ جواب ايه؟ عشان نضحك والله بس. طب ومال؟ وبعدين؟ وبعدين ها؟ عايز ازور كريم ولا ممنوع اخر؟ لا ابدا، انتوا اصحاب وانا لازم اسيبكم مع بعض. اتفضل. تسيبينا ازاي؟ تعال، انا عاوز اكلمك في حاجات كتيره، احب افهمها لك وحاجات تفهمها لي. انا مش فاهمه حاجه ابدا. عاوز تقول ايه؟ اتكلم. مش ممكن اكلمك هنا، اديني فرصه اكلمك على راحتي ارجوكي، اعتبريني لسه مريض وبتنقذيني. طب ايه اللي ممكن اعمله لك؟ توافقيني على اللي هطلبه منك. لكن برضه واجب تعتذريلي، الجواب اللي بعتهولي كان في منتهى القسوة. طب يا سيدي نسحبه زي بعض. لكن أنا مش هسحب الجواب اللي لزقهولي سي كريم، أرجوكي تعتبريني صاحبه وإني أنا اللي بعته.
كويسة من شوية ودلوقتي مضطربة ليه؟ ما كانش لازم اجي هنا عشان منتقدة بالنسبة لي. انا شايف انها مش منتقدة ابدا، انت ليكي مكانتك في المجتمع. عشان كده لازم احاسب على كل خطوة خطيها. ارجوك تفهمي معنى مقابلتنا دي. يعني ايه؟ عاوز اعرف حاجات كتير عنك، عاوز اعرفها منك انت اذا سمحتي. بأي حق عاوز تعرف عني حاجات؟ يمكن حياتي فيها سر ومش عايزة أقولهولك. مفيش حاجة اسمها سر، وانت عمرك كله قد إيه عشان يبقى في حياتك أسرار؟ أرجوك تعتبريني صديق. دكتور عفاف، أنا برتاح لما بتكلم معاكي، وحاسس إنك بترتاحي لي لو فتحتي لي قلبك. اسمعلي نقوم. ليه؟ اتضايقتي؟ مش عارفة أنا متضايقة ولا تعبانة ولا خايفة، مش عارفة. عفاف، دكتور عفاف، ممكن تطمئني لي؟ أنا ما عنديش حاجة تخوفني وما عنديش حاجة أقولها لك. ممكن تقوم عشان أكون في المستشفى. على راحتك. قوليلي هشوفك تاني امتى؟ مش هتشوفني. ليه؟ مش عارفة اشرح لك ازاي. انا انسانة بختها وحش، ارجوك ابعد عن طريقي وملكش دعوة بيه. دي افكارك ولا افكار حماتك؟ عادي. ايوه قابلت حماتك، عرفت كل حاجة عنك، عرفت انها الشبح اللي بيرمي عليك شبكة اليأس، انها هي اللي عايزك تفكري وتتكلمي كأن حياتك انتهت مع انها لسه ما ابتدتش. قولي لي انك في صفي مش في صفها، قولي لي اننا هنتقابل تاني علشان نبتدي حياة جديدة. عفاف. ليلتك سعيدة يا عفاف. ليلتك سعيدة يا دكتور. مساء الخير يا دكتور. ها ازاي صحتك دلوقتي؟ خلي بالك السهر ممنوع. مستنيكم، انتوا رحتوا فين؟ اشمعنى المرة دي ما خدتونيش معاكم؟ لكن ما انسناكش، اما جبنا لك شوية لعب معانا. ياه، احنا باين نسيناهم في العربية. على المهم اللعب ملهمش لزوم دلوقتي. عمي جوز ماما جه والمدير قال له يقدر يجي ياخدني في اي وقت. يا ريت الواحد يموت. اخسى عليك يا كريم، انت ليه بتقول كده؟ ليه ما بتحبوش؟ ده برضو زي ابوك. مفيش حد زي ابويا ابدا. لا ده غلط، انت لازم تحبه. احبه؟ انت فاكره ان رجليها انكسرت من ايه؟ من شاوتي؟ ابدا، ده كان بيجري ورايا عاوز يضربني، قمت نطيت من الشباك. يا ريت رجلي ما تخفش وافضل معاك. انا بحب المستشفى.
عمتي عمتي. الله، ايه اللي منيمك هنا؟ انت جايه منين يا عفاف؟ جايه من المستشفى. انت كدابه عمتي. انا سالت عليكي في المستشفى، قالوا لي انك ما كنتيش هناك وكنتي معاه. انتي هتقولي ايه؟ اللي حصل اللي حصل اللي حصل اني كنت مغشوشه فيكي وصدقتك انك مش هتشوفيه تاني. كان لازم اعرف انك ما تختلفيش عن اي واحده ما تقدرش اسمها وشرفها. عمتي اوعي تكلميني عن اسمي وشرفي. اسمك وشرفك بعد ما مضيتي الليل طوله برا البيت مع واحد، ليكي عين تتكلمي عن السمعه والشرف؟ بلاش تحترمي وجودي انا، احترمي ذكرى ابو اولادك. واحده غيرك تكتفي بالزهرتين اللي في حياتها. كفايه بقى منك ده كله. انا ما عملتش حاجه عشان اسمع منك كل ده، حرام عليكي. احترمي شعوري واحترمي عذابي اللي انا فيه. ايوه ليا كلمتين معاكي. انا عارفه عشان تصرفي امبارح ما كانش سليم. مين قال كده؟ انا بدرت مني ملاحظه امبارح خفت تقوليها على ان انا بلومك على التاخير، علشان كده حبيت اعتذر لك. انتي بتؤتمني على حياه الاخرين، من غير شك هتكوني امينه على نفسك. وانا معتزه بثقتك فيا يا دكتور. وانا احب اسمع منك اخبار ساره. انا مش زميلك وبس، انا بعتبر نفسي والدك واحب اطمن عليكي. ها قوليلي، في عطفه؟ مش عاوزاها تستمر. ليه؟ اذا كانت عطفه شريفه لازم تشجعيها. واولادي يا دكتور. اولادك هما أولادك هيكونوا عقبة في سبيل إسعادك؟ ما تنسيش يا عفاف إنك لسه صغيرة وعاوزة اللي يرعاكي. إيه؟ سكتي ليه؟ متشكرة يا دكتور. عفاف؟ أفندم. أنا يا بنتي ما بطلبش منك إنك تتسرعي. فكري. لكن ما تبعديش السعادة وتطرديها عن بابك، خصوصا إذا جت لحد عندك وخبطت على الباب. متشكر يا دكتور. تليفون يا دكتور. ألو عفاف، أنا آسف المكالمة مش في وقتها، بس أنا أجازتي تنتهي بكرة قبل ما اسافر. طيب بعد ما تنتهي من الشغل. بعد ما حسيت اني هكون سعيد طول حياتي، تفتكر اقدر اسيبك بعد كده؟ عادل، اللي جاي اقوله لك صعب ما تزوده الصعوبة. عفاف لسه في صعوبات. انا جاي اودعك يا عادل. انا فكرت كتير قبل ما اجيلك، لقيت انه مش ممكن مش ممكن. انت عارف ظروفي كويس. حماتك أنا عارف إنها مش هتسلم بسهولة، لكن العرف في صفك والرحمة في صفها. هي مش بس أم جوزي، دي عمتي، لما سيبها في إيه هيفضل لها؟
حياتك دخلتيها في الحساب. زي ما بتفكري في الرحمة للناس فكري في العدل مع نفسك، في السنين الطويلة اللي قدامك. فكرتي فيا وأولادي؟ مهما كنت بتحبني هيجي يوم وتتضايق منهم. أولادك أولادي، تكره أكون شريكك في رعايتهم؟ ما تتصورش إن ده سهل عليا. أصعب موقف في حياتي كان موت جوزي رافض. أنا عارفة إنه مش من السهل إن أبقى أرملة وأنا في السن ده. أنا عارفة. عفاف، الليلة آخر يوم في أجازتي وضروري أسافر بكرة. عمتي، أنا جاي أقول لك تنسى اللي فات. أنا قابلته تاني النهاردة، لكن عشان أقوله يبعد عن طريق عاوزاكي تسامحيني عشان أنا مش هشوفه تاني. أنا مش هرضى أشوفه تاني. عمتي مجدي، اتخضيتي؟ طمنيني، اتخضيتي؟ المية يا احسان. طيب اهو الحمد لله اللي ما خدتهمش معاها. على العموم انا مبسوطه جدا انها سافرت، لانك هتستريحي على الاقل من اللي سالبه. بس انا عاوز اعرف ايه اللي طلبته وانا ما عملتوش. يا شيخه سيبك منها. الله، ايه ده عفاف؟ انت هتاخد الولاد ولا ايه؟ والله لازم يباتوا معايا. اخس عليك يا عفاف، هما نازلين في لوكاندا. طب ده انا زي امهم وده هو زي ابوه. انت هتباتي معاهم هنا، مش معقول تروحي لوحدك.
معلش اصل لازم اكون جنب التليفون، يمكن المستشفى تطلبني، وكمان فاطمه مش موجوده معايا. المهم زي ما يعجبكم. عن اذنك. بقى ده اسمه كلام. طب اوصلك. شكرا، مفيش داعي. الو، ببلاش. تاخدي واحدة؟ لا يا مونا، ماما زعلت. مش انت بنت الدكتور عفاف وده اخوكي؟ ايوه احنا اولادها. خلاص نبقى اصحاب، دي ليكي ودي لاخوكي. تتعرفوا كريم؟ ايوه اعرفه. طيب تيجي نروح له سوا؟ يا مونا تاخدي بالونتين لوحدك؟ طيب روحي اديله البالونه بتاعته. شوفي احنا خدنا البالونة من ده من غير فلوس. ده كان بيسأل على كريم. يا باشمهندس اهلا. ازيك يا دكتور فوزي؟ ازيك انت عادل؟ والله انا جاي اسال عن كريم، اصله حاجه عندي. خساره لو كنت بدرت شويه، ده لسه خارج دلوقتي مع اهله. كل حاجه لو كان الواحد بدر شويه خساره. فرصه كويسه، قد انت بدرت عقبال عندك يا سيدي. اصل اول مره اتجوز وانت عارف بقى لازم تيجي الفرح. ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك فيك. اتفضل يا سيدي، ادي دعوتك وانا ماليش دعوه. متشكر جدا. العفو، مع السلامه. حاسب يا اخي مجدي. دكتور عفاف اوعي تنسي ليلاد الفرح يا نوال.
الحق وحياتك الاولاد دخلوا عند دكتور طلعت. حاضر. ايوه يا فوزي كنت بتقولي. بقول لك اوعي تنسي اللي ادي الفرح. بس تيجي الداده اديك شايف لما بتكونش موجوده بيحصل ايه. يا مجدي احنا لسه اتجوزنا عشان نجيب عيال. وبعدين الدوشه دي. ماما ده بياخد عروستي. ايه مالك يا مجدي؟ منى خدت الجمل بتاعي. اديله جمل بتاعي يا كريم. ماما ده ماما يا بصي ده جه وانا قاعده في العروسه اخدها منه وعاوز يكسرها. طب اديله جمل وخد العروسه يا فاطمه. الله تعالي شوف الولاد لحد دلوقتي ما ناموش. انا اتاخرت قوي يا ستي على الدرع. عكس محمد هو كل ليله احسبه نايم روحه. طب يعني اسيب الولاد كده لحد دلوقتي ما ناموش؟ مش طريقه دي عشان اعرف اسهر. انا ما بقاش عندي انسانيه ابدا. طيب يا اللي على الباب انت كمان مالك مسرح كده. اهلا وسهلا اتفضلي. بونسوار فاطمه. اروار باردون مدام. يا دي الخير انت لسه ما لبستيش ولا ايه؟ انت مش ناويه تروحي الفرح ولا ايه؟ اصلي بعت ورد. يا دي العيبه. طب انا اللي اسمي انا رايحه اشحال. انت يا اللي زميلته في الشغل وكل يوم وشك في وشه ما تحضريش وتستكفي في الورد. يا شيخه الواحد ما بيصدق يلاقي عزومه. يلا يا شيخه قومي بقى وبلاش كلياته والنبي. بس يا احسان الولاد مش ممكن حاضر اسيبهم. معاهم فاطمه يا ستي قومي البسيه والنبي عشان ربنا. لا والنبي احسان معلش بلاش. ما بلاش ولا حاجه. شوفي بالذوق بالعافيه هتقومي تلبسي فاهمه ولا لا؟ ثم كمان كنت جايه استلف منك فستان حاكم كل الفساتين اللي عندي ولا واحد داخل فيهم مزاج. قومي البسي. يلا يلا جففي يا ستي. هقول بس فستاني حلو عليكي قوي. اهلا اهلا يا اختي يلي زي القمر. ربنا يتمم بخير. يتمم ايه؟ بلاش مكر بقى ما احنا شفناكي وياه كده. بس يا عيني العيال لسه صغيرين وش كنت تطولي بالك عليهم شويه. يا اختي بلا فلقه قلب. الواحد هيدفن نفسه بالحياه عشان عياله؟ ايه ده يا اختي اللي بسمعه؟ هو انا زي الزوج اخر من يعلم؟ طب خليني زي الجيران اول من يعلم. اهلا اهلا دكتوره. اهلا. انا شايفك من بعيد وهم ملمومين عليك. لازم بيسالوكي اسئله طبيه. مبروك يا فوزي. الله يبارك فيك. عروستك في منتهى الجمال. بس مش احلى مني طبعا. طب تسمحوا لي بقى اعرفها بالعروسه؟ اتفضل. انا جبتها غصب عنها. كان في بينها وبين حبيب القلب رانديفو وانا فركشته. عن اذنك اصل الدكتور عفاف معداني بالرقصه دي. انا؟ ايوه انت. الله انت نسيتي ولا ايه؟ عن اذنك. سمير انت اتجننت ولا ايه؟ انا؟ ما تعملش كده قدام الناس يقولوا عليا ايه؟ الله ده فرح. مش معقول. امال اعمل كده امتى؟ تعالي. مش ممكن. الصحة كلها. مبروك يا دكتور فوزي. الله يبارك فيك. اتفضل اتفضل. لا 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 الرقصة لسه. أنا حصل مني حاجة لا سمح الله. معلش يا ناس أصلي تعبانة هروح من غير ما حد ياخد باله.
طب اجي اوصلك. معلش هاخد تاكسي. نزل يا فندم. ومفيش تاكسي هنا الا انا. ومش معقوله خليك تروحي لوحدك كده في الليل. مش ممكن. شكرا معلش. الله معلش ما احنا اجران يعني ومفيش اي حاجه. اتفضلي. لا ميرسي قوي. مش معقوله اسيبك كده ده انا شاه. اتفضلي اتفضلي اروحك. اتفضلي اتفضلي. الله وقفت هنا ليه؟ ده مش طريق البيت. ما تخافيش احنا بعيد قوي عن البيت. بعيد قوي. الله يا عفاف انت مش شاعره بيا ابدا. انت مش حاسه بيا ابدا. انت مش عارفه ان انا بحبك يا عفاف. انت اتجننت؟ ازاي تسمح لنفسك تعمل معايا كده؟ عيب يا سمير ما يصحش يعني. بلاش عشاني انا عشان خاطر مراتك. مراتي؟ لو مراتي كانت زيك ما كنتش عملت كده. وعلى كل حال هي مش معانا دلوقتي ومش هتعرف حاجه ابدا. مش هتعرف حاجه. اسمع ما يصحش الحاجات دي في الطريق. مش امال فين يا حبيبتي؟ امال فين؟ دي الفرصه الوحيده اللي انا كنت مستنيها يا عفاف. ارجوكي. ايوه اسمع الفرص قدامنا كتير. انت مش هتوصلني؟ طبعا يا حبيبتي. طيب خلاص قدامنا الفرصه في البيت. هنقدر نتفاهم باللي احنا عاوزينه. في البيت يا عفاف؟ ايوه صحيح في البيت. يا سلام يا سلام على عقلك. يا سلام على جمالك. انا من رايي بلاش حكايه الجواز اللي بيقولوا عليها دي. يا شيخه جوازي وبتاعي اسالي متجوز. برضو فكره. وعلى فكره الناس لسانهم طويل وهيقولوا ان ضحيتي باولادك. يا سلام كلامك معقول قوي. واحنا دلوقتي جيران ولا وجع الدماغ؟ جيران كده ولا حد شاف ولا حد ديري. ولا ايه رايك يا حبيبتي؟ معقول عليك افكار مدهشه. مدهشه؟ ده انت اللي مدهشه. انت اللي مدهشه يا جماله. فكرك فاطمه والولاد يكونوا ناموا؟ ضروري ضروري. مع السلامة يا أكبر مؤدب. مؤدب؟ مؤدب يعني إيه؟ الله أنت رجعتي في كلامك ولا إيه؟ الله عفاف أنت رجعتي في كلامك ولا إيه؟ الله يا تتطلب كده؟ ده صديق وجارنا وكان بيوصلني. ولو كان الجو خالي كان قاعد استريح. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ دي الريحة يا ست عفاف وصلت عندنا في البلد. يعني عمتي كتر خيرها.
قامت بالواجب. يا عفاف ارجعي عن كده. انت بتقصد ايه؟ كلكم بتقصدوا ايه؟ عاوزين تقولوا ايه؟ بصراحه احنا مش عاجبنا ان سيرك يكون كده. ما حصلش في العيله واحده جوزها مات وعندها اولاد تبقى بدماغها وعاوزه تتجوز. مين قال لكم ان انا هتجوز؟ اللي سمعناه كده واللي شفناه كده. وفرضوا حتى اني هتجوز يبقى اجرمت؟ الجواز عمره ما كان جرم. ممكن قوي الواحده تعمل اللي هي عاوزاه من غير ما حد يعرف وتبقى قدام الناس الشريفه العفيفه. عاوزين نعمل كده؟ يعني دلوقتي اشمعنى افتكرتوا ان لكم بنت واولاد بتسالوا عليهم؟ كنتوا فين من يوم ما مات جوزي؟ محدش فيكم يعني افتكرنا وجي خبط علينا. يبقى اتجوز ما اتجوز؟ اعتقد دي حاجه من اختصاصي انا لوحدي، وافتكر ما تهمكوش قوي الحكايه دي. يعني من كده نفهم انك عاوزه تتجوزي؟ والله تفهموا اللي تفهموه. طيب احنا مش هنسكت وهناخد الاولاد. محدش يقدر ياخد ولادي مني، محدش يقدر ياخدهم. واعملوا اللي تعملوه. مش هفكر ابدا يوم ما جريت منك في المستشفى انك هتكوني مراتي. وكنت خايف مني، دلوقتي مش خايف؟ دلوقتي بسلمك حياتي. هستناكي بكره الصبح، هتقعدي معايا طول النهار. ورايحه الجنينه. فاتنا فاتنا يا نعمين يا نعمين. نعم الولاد يصحى. يو اسمع. نعم. لما يصحى الولاد فطريهم على طول. ها حضرتك هتغيبي؟ والله مش عارفه، يمكن. واعملي كمان اي حاجه على الغدا. حاضر حاضر. انا عاوز افهم ايه اللي صحى. كنتوا نايمين دلوقتي عشان النهارده الاجازه
تاخدينا تفسحي. يا فاطمة يا فاطمة. نعم يا ستي. تعالي شوفي مصحيوا ليه بس، شوفي لهم حل. يا ستي ما هم ناموا كفاية، هم هيقوموا من النوم يناموا تاني. طب اعملي لهم أي حاجة، لعبيهم بس. حاجة إيه يا ستي؟ عشيتهم وسحرتهم ونيمتهم، مفيش غير حل واحد نبنكهم. أنا مش عارفة أروح فين منهم بقى خلاص. يا ماما يعني أنا غلبت مش عارفة أتحرك ولا أروح في أي حتة منكم. دهقتوني وكبرتوني بقى، دي مش دنيا. احنا هناخدك نفسحك معانا. الو. ايوه مش هقدر اجي، هتردى مع الولاد، هشوفك بعد الظهر. دائما مش اتفقنا ما اسالكيش هتوكليني ايه وما تسالينيش هوديكي فين؟ اتفضلي. موديني على فين؟ بس اتفضلي. ايه رايك بقى في ايه؟ في الفيلا. فيلا انهو فيلا؟ الفيلا اللي قدامك اهي. انت نايم ولا صاحي؟ نايم وصاحي. انا كنت اشتريت الارض دي واهملتها، لكن خطوبتنا فكرتني بيها، تخليتيني شاعر ولي احلام. تفضلي. وطي دماغك احسن الباب مدر. اي الله يا سلام، ده بيطل على منظر يسحر. اللي يبص في عينيك يتسحر اكتر، يشوف وقت واحد الليل والنهار والشمس والقمر والنيل الاسمر والسماء والسعاده، ويحلم هو صاحي. طب يلا بينا قبل ما تصحى. ودي ايه؟ اوضه السفره، مكتبي، وده المطبخ اللي هيوكلني من ايديك الحلوه. عجبك النظام ده؟ عادل ما قلتليش فين اوضه الاولاد؟ انا اسف يا عفاف، البيت كله بتاعهم. واتمنى انا وانت. مجدي الله الوضع فين؟ مش تقوم تنام بقى يا فالح؟ لا. لا ليه؟ عشان ماما هتجيب المايه شوكولاته. يا ماما راحت فين؟ راحت تجيب لك بابا. يا روح بابا. هو بابا رجع من السفر؟ اه صحيح. بابا جاي يا ماما. بابا جاي. بابا جاي يا ماما. بابا جاي. بابا جاي. ايه بابا جاي بابا جاي بابا جاي بابا جاي بابا جاي.
يا حبيبي انا بابا. انت مش بابا مجدي يا عبيد، ده مش بابا، ده بتاع البالون. انت مش بابا، طب اوعى سيبني بقى. يا خسارة، كنا بنحسبه بابا جدا. افتكروني ابوه. يلا يا حبيبتي عشان تنام. يا وحشة، تحكي علينا وتقول لنا بابا جه؟ تحكي علينا. فاطمة، انت اللي قلت كده للولاد؟ والله يا ست انا قلتها بحسن نية، عشان لما البيه الجديد يشرف يقابله كويس. اتفضلي خشي جوه. هو انا غلطت ولا غلطت ولا كنت غلط؟ ده هي اختي حبسة اللسان دي، مش كفاية وقت راحت متربسة مع الولاد؟ انت كمان هتطولي لساني. انا لما كنت بشتغل عند خواجات ويسهروني كانوا بيدوني اوفر تايم. على فكره الورقه دي جابها واحد محضر، الظاهر ان الست الكبيره عايزه تاخد الاولاد. ولا يهمك. ما يهمنيش ازاي؟ انا ما اقدرش ابعد عن ولادي. ومين قال انك هتبعدي عنه؟ خايفه لو اتجوزنا ياخدوهم مني. هنوكل اكبر محامي وبكل بساطه هيكسبنا القضيه. تفتكر كده؟ طبعا. وما فيش غيرك قلبك، انا قلبي اليك ميال. مفيش غيرك قلبك انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي. مهما يقول ماما عاوز اشرب. بس كده؟ طيب يا ست الكل. لا، ماما هي اللي تسقيني. وبحبك قد عينيا حتى اكتر منا شويه. وبحبك قد عينيا حتى اكتر منا شويه. على طول هتقولك هي. انت وبس اللي حبيبي. انت دادا تشتريلي بالونة؟ انا كمان يا دادا. انت وبس. ابعدوا عني، ما انا قلت لازم استقيل. ما تروحوا لامكم، هو انا كنت خلفتكم ونسيتكم؟ يلا ما تروح وراهم انت كمان. ما قلت ليش حارسكم فين؟ في الفيلا اللي وريتها لي. انا بتكلم عن الشهر الجاي. بالعربي انا اتنقلت مصر عشان مستعجل. والفرحة انت فرحتك، والفرحة انت يا حبيبي حلاوتك وابتسامتك. انت وبس ماما عايز بالونة. تعالى يا هو. انت ماما. طيب يا سيدي ما تزعلش، انا هشتري المنى. خد اديهم اللي هم عاوزين. يلا روح، يلا روح عند دادا. ما تزعلش، دول اطفال. يا ستي ما تدقيش. خشي يا دادا، ما تجي عاوز ياخد البالونة بتاعتي. ايوه الحمرة بتاعتي. وبعدين ما قلت بعيدوا عني. يلا ورا اختك. يلا يا شفتي الولاد.
اتوسل اليكي ما تسيبيش العيال، انت لو سبتيهم هتفقديهم، دي خلاص ما بقتش فاضيه لهم. انا خلصت ضميري ونورت عليكي. خليكي معاهم اليومين دول يا فاطمه. انا يحرم عليا ما اقعد في البيت ده دقيقه واحده؟ ده بقى يجي البيت عين عينك يا استهانم، الواحد هيقول ايه ولا ايه؟ بس معلش خدي بالك من العيال لحد ما نشوف المحكمه هتحكم بايه. طيب انا قايم قبل المحامي عشان يحكي للمحكمه عن الحادثه دي وعن الست اللي تنسى نفسها مع راجل وتسيب ولادها. هيندهزوا. يا استاذ اتفضل استريح، زمانها راجعه من المحكمه. اصل النهارده قضيه ضم الولاد لستهم. ايوه انا عارف. عن اذنك. جسوري بابانا. صحيح. تعالوا يا حلوين. لا احنا مش بنحبك برضه كده. طيب انا مخاصمكم، مش هجيب لكم لعب ولا شوكولاته. مش عاوزين. بابا لما هيرجع من السفر هيجيب احسن منه. اهلا عادل، اخرت عليك شويه مش كده؟ لا ابدا مفيش حاجه. ايه اخبار المحكمه؟ مفيش فايده، الهجوم كان شديد عليا خالص. ظاهر ان حادثه الاولاد كان لها تاثير كبير. على العموم انا هقدم استقالتي من المستشفى. خلاص مش عاوز اشتغل، مش هشتغل، هقعد جنب الولاد. يمكن اقعدي جنب الولاد يقنع المحكمة اكتر ان انا هتفرغ له، مش كده احسن يا عادل؟ شوف وشك بخير. على فين؟ على اسوان. اسوان؟ ان شاء الله. طيب هحصلكم قريب قوي ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. اسوان ده الحل الوحيد. أنا متأسف اللي جيت من غير ميعاد. لا أبداً أنا كنت عاوزاك. عندي أخبار كويسة. الدكتور طلعت توافق مبدئياً على استقالتي. أنا كمان عندي أخبار بس للأسف أخبار مش كويسة. طب ما تقولها ليش مرة واحدة. مش عايز أخضك. هي تخض؟ يا عفاف أنا منقول قدامي في الجبل مدة طويلة ومستمرة. عشان كده زعلان. ما زعلش ازاي؟ انت عارفه المنقول فين؟ شمال شرق اسوان في مناجم الحديد في الجبل. انت عارفه تبعد عن هنا بقد ايه؟ اكتر من 900 كيلو. 900,000 2000 ولا يهمك. الحاجات دي تزعلك؟ بس انا صعبان علي الاولاد، كنت احب يكونوا معانا. الولاد؟ الولاد هنسيبهم؟ مش ممكن، مش ممكن يا عادل، مش ممكن.
تصور نفسك مخلف ولاد ما تقدرش تبعد عنهم يوم ولا اتنين. وأكد لك يا عادل ما تقدرش، دول صغيرين قوي ومحتاجين لي أكون جنبهم. عادل احنا مش هنسيبهم، مش كده يا عادل؟ مش هنسيب. انا كمان مش عايز اسيبهم، انما هناخدهم معانا في الجبال يعيشوا. انت اصلك مش متصوره قسوه الحياه هناك ازاي، ما عندكيش فكره عن حراره الجو والعواصف الرمليه انا لولا شده احتياجي ليكي ما كنتش وافقت على سفرك معايا ابدا، لكن دول اطفال، مستحيل، حرام. لا لا يا عادل، اسمعي، مفيش غير حل واحد، عمتك طالبه في القضيه ضم الولاد، نسلم بطلباتها. يعني اديها ولادي؟ مش ممكن، مش ممكن عادل، مش معقول. هتلاقي مين احن منها في غيابك. انا عايزك تفكري كويس، الحياه احيانا بتجبرنا نقبل اوضاع صعبه على النفس. ما تضيعيش الوقت، بكره قبل ما نسافر لازم نكون متجوزين. الراجل دوت كل ما يقابل ماما ماما تزعل. احنا مش بنحب. قابلتي عمتك؟ لا يا عادل ما قابلتهاش، ما قدرتش. مرة قبل كده قفلت التليفون في وشي، والمرة دي بتقفلي الباب. عفاف أنا مسافر في قطر 7 الصبح، قدامنا في المواصلة كم ساعة نقدر نكتب فيهم الكتاب. هيحدد الموقف بينا إذا كنت هتسافري معايا ولا ما تسافريش. أرجوك يا عفاف، أرجوك. ماما أنت زعلانة ليه؟ أنت تعيطي ليه يا ماما؟ أنا ما بعيطش. بقى جايه تديني الاولاد. يا سلام، وراح فين الحب والحنان؟ مش انت اللي وقفتي قدام القاضي وقلتي انك ما تقدريش تفرقيهم لحظه، ولا صدرت لك الاوامر انك ترميهم؟ مسكينه ما بقتيش تقدري تحكمي على نفسك. عمتي كفايه، بس مهما وصل بيكي موت الاحساس مش لدرجة انك تطلبي من ام تخدم اغراض غريم ابنها وابنها في التراب. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ خلاص ما بقاش في قلبك رحمة؟ انا مش جاية لقح ولادي عليك. اذا كانوا مضايقينكم ولا معكرين عليكم صفو هنائكم وحبكم، ارميهم للجيران ولا حطيهم في ملجأ. عندك حق، أنا غلطانة اللي جيت. ليه عاوزة تودينا عند الجيران يا ماما؟ خلينا معاكي يا ماما. ما تسمعوش كلام تيتا. احنا بنحبك قوي يا بابا، هسيبك ابدا يا بابا. وانا كمان يا حبايبي، انا بحبكوا خالص. دكتور طلعت، الحمد لله اللي لقيتك. خير يا بنتي؟ انا عدلت عن الاستقالة وهرجع اعمل. الله، والمشروع التاني
المشروع التاني فيه عقبات. ازاي؟ تعالي تعالي احكي لي اللي حصل. يا منيرة هانم، في ناس بيحرقوا الزوجة اللي بيموت زوجها. افتكر كنت تحب النظام ده يمشي عندنا. وايه اللي خلاك تفكر في كده؟ يعني كل انسانة يموت زوجها لازم تندفن معاه في الحياة، وده اللي بتعمليه مع عفاف. يضرك فيه انها تتجوز. يضر اولادها. اولادها اللي يضرهم انهم يعيشوا مع ام معذبة نقمة على الدنيا وحاسة انهم سلاسل في رجليها وانها هتفضل سجينة بسببهم مدى الحياة. انا عشت طول حياتي لابني. عشتي له طول حياتك. وايه كانت النتيجة؟ لنفرض ان حظها في اخر الطريق الطويل كان زي حظك وما لقتش حد من ولادها جنبها بالموت او باللي هو شر من الموت بجحود الابناء. ليه تفرضي عليها العذاب اللي كتبتيه على نفسك؟ لا يا منيرة هانم، احنا اصدقاء وانا ما اخجلش اقولك ان فجعتك في ابنك والحرمان اللي عشت فيه جفف ينابيع الرحمة في نفسك. دموعك نشفت، بقيتي قاسية. اعذريني، انا جراح تعودت اني اعالج المرض بالمشرط، لكن بعد كده المريض بيستريح. انا آلمتك عن قصد. هي ذنبها عفاف انها تفضل ارملة وهي لسه صغيرة. ليه تقسي عليها؟ هي ملهاش حق في الحياة كأي شابة لها قلب يحس. ليه تحرميها من الحنان إذا لقته في إنسان؟ عاوزك تحسي بالدموع في عينيك وقلبك، تشعري بتعاسة عفاف وتبكي عليها. إذا بكيتي تبقى الجراحة نفعت. إذا ينابيع الرحمة فضلت ناشفة تبقى دي مش أول جراحة فشلت فيها. تعالي يا بنتي. أنا ظلمتك لكن غصب عني. سامحيني. أنت برضو بنتي. خيرك يا عمي، كتر خيرك يا عمي. الولاد ناموا؟ أيوة يا عمتي. مدي مدي قومي اصحى، دي تجد صحيح. خليك هنا، دي لازم جاية تاخدنا عشان ماما تسافر. ايه اللي عرف؟ ده فاطمه هي اللي قالت لي. اوعى تنام يا عبيد. تعالى جنبي تعالى. كنتش مصدق، كنت خايف. اوعى
عجوبة سنة لستهم؟ سيبتوني احطهم رقبتهم فاهمين؟ يلا هادي الهدانة حاجة يلا علشان نلحق ماما يلا دلوقتي بس حسيت انك بقيت